السلام عليكم، شلون الشباب؟ طبعا هذا الفيديو للناس اللي ما تعرف شلون تركب الفحل على الطيارة. مثلا انا اشتريت جوز وبدي اركبهن على بعض، ما اعرف شلون اركبهن. اول شغلة تعمل لك جون صغير او قفص او اي شيء، تحط الفحل والطيارة بهالشكل هذا، تمام؟ هذا الفحل زاد المكتف ازرق على طيارة كشميرية، تمام؟ تحط لنا علف ومي، تحط لنا صفرة أو حنطة أو شعير أو برغول، نفس الشيء. لا تنسى تحط له المي. وش تسوي؟ تحبس لمدة نهارين وإن شاء الله يتركبون. فاليوم أنا حبسته من هالساعة هاي، من لحظة نشر الفيديو هاي لثاني أو ثالث نهار. حاليا راح نحط لهم علف ونسكر عليه عشان ما يطلع. خلط هذا صفر مجروشة مع مركب دجاج، حط له المي بالكيلة أو بمشربية، سكر عليه. خلينا الطاقة التنفيسة، شايفين هي الطاقة صغيرة، التعليم ثالث يوم، ثاني يوم تخلين المحبوسات لمدة يوم، تنطين علف ومي مثل ما ذكرنا بالفيديو، علف ومي. واليوم الثاني مثلا حبستن الصبح، لثالث يوم ثاني يوم الثاني مثلا، يوم حبستن مو بكرة، بعد بكرة تفتح لي. وبس هذا كل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.